يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى قرى السودان بعض الناس يذهبون إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء لقصد التبرك وتقديم النذور، ويذهب معهم إمام الجامع، فإذا ناقشناه يقول إنه قد ذهب من باب المجاملة وكسب ود الناس، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ يجوز له يجامل في الشرك، يجوز له يجامل في الشرك، الواجب عليه الإنكار، هذا أعظم المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذهاب إمام الجامع معهم يزيدهم شر، ويتخذون حجة، يتخذون حجة أمام الناس، هذا لا يصلى خلفه. إذا صدقناه وقلنا أن هذا من باب المجاملة، ولا ظاهره أنه ما هو مجاملة، أنه يعتقد مثلهم. نعم.